مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني في الوحدة الرابعة الحرارة ودرجة الحرارة، والدرس الأول كيف نقيس درجة الحرارة، متمنيا من الله العلي القدير أن يكون هذا الفصل هو عنوان الجد والاجتهاد. ويتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الفيديو أن تكون قادرا على أن تعرف مفهوم درجة الحرارة تعريفا صحيحا، كما أن تحدد درجة حرارة أجسام مختلفة باستخدام مقاييس درجة الحرارة. تعلمنا أحبائي الطلبة في الدروس السابقة بأن هناك العديد من المصادر الشائعة للحرارة، منها الشمس والنار والموقد. أحبائي الطلبة، لنفتح الكتاب المدرسي صفحة 4 النشاط الافتتاحي، ثم انظر إلى صور الأجسام الساخنة والباردة مع زملائك، ثم رتبها من الأبرد إلى الأسخن. لنتأمل هذه الصور ثم نفكر قليلا. أحسنتم، فحلبة التزلج أكثر الأجسام انخفاضا للحرارة، ثم يأتي من بعدها المثلجات، ومن ثم درجة حرارة الأشخاص، ومن ثم القهوة. أما الأجسام التي تكون درجة حرارتها أكبر ما يمكن فهي البركان. أحسنتم أبنائي الطلبة. افتح كتابك عزيز الطالب على صفحة 5 النشاط الأول، ما درجة الحرارة؟ قد تبادر إلى ذهنك ما درجة الحرارة وما الأداة المناسبة لقياسها. لو تأملنا الكأسان الموجودان أمامنا سوف نتوقع بأن الكأس الأول درجة الحرارة فيه منخفضة لاحتوائه على مكعبات الثلج، بينما في الكأس الثاني تكون درجة الحرارة أعلى منها في الكأس الأول. ونستدل على ذلك باستخدام مقياس الحرارة، فنلاحظ بأن السائل في مقياس الحرارة في الكأس الأول ينخفض، بينما يرتفع السائل في مقياس الحرارة في الكأس الثانية. تعلمنا أحبائي الطلبة من النشاط السابق بأنه تقاس درجة حرارة الأجسام بأداة تسمى مقياس الحرارة، والاسم الشائع لها هو الثيرموميتر. كما أن الرموز والحروف المستخدمان لوحدات القياس هي السي، كما أن درجة حرارة الماء الدافئ هي 40 درجة حرارة مئوية. والآن أحبائي الطلبة، بناء على ما تعرفنا عليه في النشاط الأول، دعونا نكمل الجمل الآتية. أولا، درجة الحرارة هي مقياس لمدى سخونة أو برودة شيء ما، وتقاس بأداة تسمى بمقياس الحرارة. ثانيا، يسمى المقياس الشائع لقياس درجة الحرارة بالثيرموميتر. ثالثا، ما الرمز والحرف المستخدمان لوحدات هذا القياس؟ فنستخدم الدرجة المئوية ويرمز لها بالرمز سي. والآن اختر المفردة المناسبة والتي تصف مفردة دافئ درجة حرارة شيء ما، آمن أو خطر عند ملمسه. أحسنتم، إنه آمن. ودرجة حرارة الماء الدافئ تكون على نحو 40 درجة مئوية. ولكن كيف يعمل مقياس الحرارة؟ لو قمنا بوضع مقياس الحرارة في كأس
يحتوي على ماء ساخن كما هو موضح في الصورة التي أمامك، لوجدنا بأن السائل سوف يرتفع إلى أعلى الميزان، وهذا يدل على ارتفاع درجة الحرارة. والدرجة التي يقف عندها السائل تمثل بدرجة الحرارة. أما عند انخفاض السائل الأحمر الموجود داخل الميزان، فإن ذلك يدل على انخفاض درجة حرارة الجسم. أحسنتم أبناء الطلبة، ولكن كيف يعمل مقياس الحرارة الثيرموميتر؟ لاحظنا أحباء الطلبة أنه عندما ترتفع درجة الحرارة يرتفع مقياس الحرارة، وعندما تنخفض درجة الحرارة ينخفض مقياس الحرارة، وعند أي درجة حرارة يغلي الماء. أحسنتم، إنها 100 درجة مئوية، بينما يتجمد الماء عند درجة الصفر المئوية. أحسنتم أحبائي الطلبة. أما أنواع مقاييس الحرارة، فتوجد أنواع مختلفة من مقاييس الحرارة، يحتوي بعضها على إبرة تتحرك عبر قرص مدرج، ويتكون بعضها الآخر من شريط من مادة حساسة للحرارة. أما الأنبوبة الضيقة المملوءة بمادة سائلة حساسة للحرارة، والموضوعة داخل أنبوبة زجاجية أكبر منها، فتوفر طريقة دقيقة لقياس درجة الحرارة، في حين أن مستشعر درجة الحرارة دقيق أكثر، ويمكن وصله بمسجل بيانات لتسجيل درجة حرارة الجسم بشكل رقمي. تعلمنا أحبائي الطلبة مما سبق بأن درجة الحرارة هي مقياس مدى سخونة أو برودة شيء ما، وتقاس درجة الحرارة بمقياس الحرارة الثيرموميتر، ويرمز لها بالرمز C. ومن أنواع مقاييس الحرارة مقياس الحرارة بالإبرة، ومقياس الحرارة الشريطي، ومقياس الحرارة السائل، ومستشعر درجة الحرارة. ودرجة غليان الماء هي 100 درجة مئوية، بينما درجة تجمد الماء هي الصفر المئوية. والآن أحبائي الطلبة، لنتحقق مما تعلم، افتح كتابك المدرسي صفحة 14 السؤال الثاني، ثم اختر الإجابة الصحيحة، أي تدريجي قياس يستخدم لقياس درجة الحرارة؟ هل هو الكيلوغرام أم السنتيمتر أم الدرجة المئوية أم المتر؟ لنفكر قليلا. أحسنتم أبنائي الطلبة، إنها الدرجة المئوية. والآن أحبائي الطلبة، لنفتح الكتاب المدرسي صفحة 7 النشاط الثاني، كيف نستخدم مقياس حرارة لقياس درجة الحرارة؟ انظر إلى الرسم التخطيطي لمقياس الحرارة، مما يتركب هذا المقياس؟ يتركب هذا المقياس من مستودع بالإضافة إلى سائل حساس الحرارة والدرجات. ولو أمعنا النظر إلى هذا المقياس لوجدنا بأن الخط الملون يشير إلى درجة الحرارة، والتي تقاس بالدرجة المئوية، والتي يرمز لها بحرف C. فإذا درجة الحرارة في هذا المقياس هي 20 درجة مئوية. أحسنتم أبنائي الطلبة. والآن لون درجات الحرارة على مخططات مقاييس الحرارة. والآن هيا أحبائي الطلبة، لنلون المخبار الأول حتى 10 درجات. أحسنتم، ولنلون المخبار الثاني حتى 60 درجة. أحسنتم، والمخبار الثالث حتى 90 درجة. أحسنتم أبنائي الطلبة. والآن أحبائي الطلبة،
لنفتح الكتاب المدرسي صفحة 8 ولنشاهد مقياس الحرارة الزجاجي الموضح أمامكم. انظر بعناية إلى مقياس الحرارة الزجاجي وشاهد السائل الملون داخله لتحدد درجة الحرارة، ثم سجل درجة الحرارة كم هي؟ لنشاهد، أحسنتم، إنها 10 درجات مئوية. ثم ضع قبضة يدك حول الجزء السفلي من مقياس الحرارة واذكر ماذا يحدث. ماذا تلاحظ؟ أحسنتم، نلاحظ بأن السائل يرتفع. والآن عد إلى 30 وانظر إلى درجة الحرارة، ثم ارسم السائل الملون على مخطط مقياس الحرارة لتظهر درجة الحرارة عليه. ماذا تمثل درجة الحرارة التي قمت بقياسها؟ أحسنتم، إنها درجة حرارة باطن اليد. وماذا يحدث عندما أمسك مقياس الحرارة بيدي؟ فهل السائل الملون يرتفع أم ينخفض أم يبقى على حاله؟ أحسنتم، إنه يرتفع. وماذا يحدث عندما تبعد يدك عن مقياس الحرارة؟ فهل السائل الملون يرتفع أم ينخفض أم يبقى على حاله؟ أحسنتم، سوف ينخفض. وأيهما يكون الأسخن، الهواء في غرفة الصف أم باطن اليد؟ لنفكر قليلا. أحسنتم، إنه باطن اليد. ولما يعد مهما الانتظار حتى يتوقف السائل عن الحركة عند قياس الحرارة؟ أحسنتم، للحصول على قراءة صحيحة. وهل يمكن قياس درجة الحرارة بدقة إذا كان مقياس الحرارة معكوسا أي مستودعه إلى أعلى؟ أحسنتم، لا يمكن قياس درجة الحرارة بدقة إذا كان معكوسا. تعلمنا مما سبق أنه يتكون مقياس الحرارة من مستودع وسائل حساس للحرارة وأرقام تسمى الدرجات، وعندما يصبح المستودع دافئا يزداد حجم السائل ويرتفع إلى أعلى الأنبوب الضيق، كما تقاس درجة الحرارة بقراءة العدد الذي يصل إليه طرف السائل. والآن أعزائي الطلبة، لنفتح الكتاب المدرسي صفحة 14 لنتحقق مما تعلمت. ارسم دائرة حول الجزء من مقياس الحرارة الذي يجب أن أمسكه بيدي لقياس درجة الحرارة حتى يكون القياس صحيحا. لنفكر قليلا. أحسنتم، إنه المستودع. تعلمنا أحبائي الطلبة بأن درجة الحرارة هي مقياس لمدى سخونة أو برودة شيء ما، كما تعلمنا أيضا بأنه تقاس درجة الحرارة بمقياس الحرارة الثيرموميتر ويرمز لها بالحرف سي، كما أن أنواع مقاييس الحرارة منها مقياس الحرارة بالإبرة ومقياس الحرارة الشريطي ومقياس الحرارة السائل ومستشعر درجة الحرارة، كما أن درجة غليان الماء هي 100 درجة مئوية ودرجة تجمد الماء هي الصفر. والآن أحبائي الطلبة، لنفتح الكتاب المدرسي صفحة 57 لنتحقق مما تعلم. انظر إلى الرسم التخطيطي لمقياس الحرارة الزجاجي واختر الإجابة الصحيحة. أي درجة من درجات الحرارة الآتية يقيسها مقياس الحرارة؟ هل هي 20 درجة مئوية أم 28 درجة مئوية أم 35 درجة مئوية أم 40 درجة مئوية؟ لنمعن النظر في المقياس. أحسنتم، إنها 20 درجة مئوية. شكرا لكم أحبائي الطلبة على المتابعة والاستماع، على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.